فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخوف من صاحب العين من العائل الذي يصيب الناس يدخل في الخوف المذموم؟ لا، لكن مبالغات، المبالغات ولا لا تجوز. أما إنسان معروف أنه يصيب بعينه فتأخذ حذرك منه بالورد وبالتعوذات وقراءة القرآن. نعم، فضيلة الشيخ هذا من تجنب الأسباب الضارة، مثل ما تجنب الحية والعقرب والسبع تتجنب العاينة أيضا. نعم.